مرحبا بكم واهلا وسهلا في امين سكيتشن اند جروشري اللي هو المطعم والمحل. حاولنا انه نجيب كل الاشياء الحلوه اللي العرب يحبوها والامريكان ايضا، واحنا جاي نشتغل ويا البرنامج مال الهيلثي اللي هو الاكل الطبيعي واللي ما بيه اي كيمياويات، واليونيفرسيتي اوف نبراسكا والسيتي اوف لينكن جاي يتعاونون ويانا حتى يعرفون الناس علينا ويعرفونا شنو الشيء اللي افضل للصحه لكل الناس العرب وغير العرب. واهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذا المحل وباسواق الشمس. حسين كابل وياكم من امينز كيتشن اند جروشري، يا اهلا وسهلا.